حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة. مرحبا بك في نشرة الثالثة سعادة الوزير. بداية، كيف تقرؤون هذه التوجيهات وانعكاساتها على الحركة التنموية والعمرانية كذلك في مملكة البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه بإلغاء رسوم البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء تأتي من منطلق حرص سموه على دعم التنمية الشاملة في المملكة وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي ومحرك الاقتصاد والبناء. لا شك أن هذا الأمر من شأنه تنشيط حركة التعمير وتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية، حيث سيسهم هذا القرار بإذن الله في استقطاب رؤوس الأموال وتشجيع المطورين على الاستثمار. هذا القرار يسهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات والاستقطاب المشاريع في مجال التنمية العمرانية والعقارية بإذن الله. نعم سعادة الوزير، هل لهذه التوجيهات انعكاسات مباشرة على المواطنين؟ بالطبع أن أي استقطاب لرؤوس الأموال والاستثمارات هي في نهاية الأمر لصالح المواطنين، فالمواطن هو الغاية النهائية وجوهر التنمية. وجود بيئة محفزة على الاستثمار والتطوير العقاري يصب في صالح رفاهية المواطنين. نعم. فاستقطاب رؤوس الأموال يعني تنشيط الحركة العمرانية والعقارية والدورة الاقتصادية، وأيضا تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في دعم عجلات الاقتصاد الوطني وزيادة رخص البناء وما ذلك من انعكاسات إيجابية بإذن الله على الفرد والمجتمع. نعم سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، شكرا جزيلا لك.